الأحجار الكريمة، هل هي جائزة؟ فينا نحن نستخدم الأحجار الكريمة؟ ليكو، إذا في كتير ناس بيقولوا هالحجر بيعالج هالشي وهالحجر بيعمل هالشي، هل هو جائز؟ إذا أنا أعتقد أنه الحجر الكريم هو اللي بده يوفقني من دون الله، هذا كفر. إذا أعتقد أنه هالحجر الكريم هو اللي بده يشفيني من دون الله، هذا كفر. ولكن إذا أنا أعتقد أنه هيدا الحجر يشفيني مع الله، هيدا شرك بالله، كمان مش منيح. يعني أنا أشركت حدا مع الله أنه هو يشفيني أو هو يوفقني. ولكن إذا أنا أعتقد أنه الله سبحانه وتعالى خلق هيدا الحجر وسخره لا يساعدني، هيدا جائز. كيف؟ الله سبحانه وتعالى شو قال؟ وسخر لكم ما في البر والبحر، وسخر لكم ما بين السماء والأرض. أنا لما بلبس أي حجر وبسأل رب العالمين، بقول يا رب مثل ما سخرت لنا ما في البر والبحر، سخر لي هذا الحجر على نية كذا كذا كذا، صحة عافية شغل توفيق، سخره على هالنية. نقرأ سورة الفاتحة، ننفخ عليه، وبإذن الله رب العالمين الله يسخر لكم ما في البر والبحر لأسعادكم، لتعيشوا جنة الدنيا والآخرة. إن شاء الله كلكم بدلكم سالمين.